يا مساء الفل عليكم، صباح الخير مشاهدي الصحة والجمال، وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات، يا رب تكونوا بألف خير. خلوني الأول أرحب بضيوفي. أهلا بيكي يا حبيبة. أهلا بيكي، ازيك يا حنين؟ أهلا بيكي يا يوم. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الحب له علامات. فعلا الحب له علامات وأمراض كتيرة جدا، منها اللي بيظهر ومنها اللي بيستخبى، ومين فينا محبش ونجرح. البنت مننا بتكون محتاجة حد يحترمها ويحتويها، يعملها كطفلة زي ما تعودت من باباها، يحاول ان هو يشوف ايه طموحاتها ويقدرها. البنت مننا بتدور على راجل يكون قد المسؤولية، راجل في حنية باباها وفي حنية اخوها وفي جدعانة اخوها وفي جنتلة رشد اباظة ووسامته. النهاردة هنناقش مع بعض علامات الحب مع اتنين من البنات الطلبة المصريين. نبدأ الأول بحبيبة. قولي لي حبيبة، ازاي بتعرفي ان انتي بتحبي، او ايه العلامات اللي بتقولك ان في حد خطف قلبك؟ طيب، من وجهة نظرك طبعا. من وجهة نظري الحد اللي انتي تقولي ده فعلا انا بحبه، لازم تبقي متأكدة ان هو ده. لما بيكون عندك مشكلة او اول حد بتجري عليه بتتكلمي قدامه براحتك، مش بتتصنعي شكلك قدامه. أو طبعا من العلامات المهمة التصنع. طبعا، فهو طبعا بيكون انترستد بيكي جدا وبيسمعك كويس قوي وبيحاول يدخل في تفاصيلك وبيشوف المشكلة اللي شغلاكي ايه وبيحلها. بالظبط زي ما بتتكلمي مع مامتك، صاحبتك، اختك، لازم تكوني بتتكلمي مع حبيبك في الوقت ده. بتقدري تقولي هو ده حبيبي، ده اللي انا اقدر اعتمد عليه، ده اللي بيوصل معاكي لحل مشكلتك وبيحلها وكأنها مشكلته هو فعلا. وانتي هم ايه رأيك؟ والله انا من رأيي ان هو يعني كل ما بيقربوا لبعض اكتر لما تحس ان هي بترتاح له برضه في الكلام، لما بتلاقي ان هو بيروح لها في اي وقت معاها في اي مشاوير. يعني انتي من الناس مثلا اللي اول ما هتحسي بالعلامات، ايه العلامات اللي اول ما هتحسي بيها تعرفي ان انتي خلاص اتخذتي وبقيتي بتحبي حب حقيقي بجد؟ عايزه اكلمه على طول، عايزه اسمعه، عايزاه يسمعني، هعرف ان هو بيحبني على طول. يعني طول ما هو كده سامعني، طول ما انا بكلم معاه، طول ما هو بيحب يسمع لكلامي، عارف ان هو على طول بيحبني، يعني من غير اي مبررات. وما فيش علامات تانية غير دي؟ لا اكيد في كتير، يعني يعني علامات تتناسب مع شخصيتك انت. مع شخصيتي انا، والله انا شايفه ان الحاجات اللي تنتسب مع شخصيتي انا ان هو بيسمعني، ان هو بيشوف رايي ايه، بيحب قوي ان هو يسمع كلامي، ما يقولش علي ان انا رغايه مثلا. يعني لو علي ان انا رغايه هعرف على طول ان هو مش بيحبني ولا بيحب ان هو يسمعني. بصي كمان يا حنين، هو في عز بقى ما بتبقى عندك نجاح او انجاز انت عاملاه، هو اول حد بيجي في بالك. انت عارفه ان ده اكتر حد هيفرح لك وبيفرح لك، ومش هيقف ابدا في طريقك، بالعكس ده هيكون دافع قوي ليكي جدا وبيدعمك بقى ويديك الثقه. فده طبعا شيء مهم جدا لازم يكون متوفر بين اي اتنين مرتبطين، ده لو ارتباطهم هيكمل بشكل جدي. تمام، بشكر وجهة نظرك. يمنى، من وجهة نظرك برضو، لو في شخص انت ارتبطت بيه واكتشفتي بعدها ان هو ليه علاقات كتيرة جدا ويعني علاقات نسائية او كده، هيكون رد فعلك ايه؟ لا مش صحاب. لا مش هوافق. مش هوافق خالص. لا خالص مش هوافق خالص، يعني علاقات نسائيه حتى لو قديمه ولا اي حاجه خالص. لا، لان كان في اصلا تجربه قبل كده انا مريت بيها، وكان في برضو يعني انا كنت بشوفه معدي قصاد بنات، يعني كان ممكن انا اعيط، كان ده ولا بيحبني. وانت معاه؟ وانا معاه عادي، وانا معاه. ما دي علاقات معدي ببنات عادي جدا. ازاي؟ والله العظيم بجد الجراءه دي. يعني عادي، هو كده علاقات صحاب. وانت كان رد فعلك ايه؟ بعيط. بس مفيش اي رد. ما انا لو عاتبته، اعتبي دي مش حاجه، هو بس كل اللي هو بيقول ان هو بيحبني. طب فين افعالك انت بتحبني؟ مفيش دليل على الحب ده خالص. مفيش. ولا في مثلا اثبات؟ لا مفيش خالص. ولا في امراض زي ما احنا ما قلنا خالص؟ مفيش. هو بس يا دوبك بس بيتكلم معايا يقول لي انا بحبك. طب فين؟ ازاي بتحبني فين؟ طب ما انت شايفني بعيط، شايفاك ماشي مع بنات. بس بصي، هو عامه الراجل لما بيخون يبقى ده طبعا ما فيش اي حب. اكيد ده تسليه. ده تسليه وش اصلا. ومن وجهه نظرك يا حبيبه؟ انا من وجهه نظري لو مرتبطه بحد وهو بيخوني وكده، فانا هتكلم معاه افهم وجهه نظره.
طبعا الكذب بيبان والحقيقه بتبان. يعني ممكن يكون ليه صحاب شغل، ممكن صحاب لو احنا في جامعه صحاب جامعه، فده طبيعي ان يكون عنده علاقات من الجنسين يعني ولاد وبنات. لكن بقى الموضوع يبقى برايفت، لما يتكلم بيمشي يتكلم بعيد كده، يبقى كده الامور مش مظبوطه. بس هي كده يعني مش ممكن تاخده منك؟ ما تخافيش من الحته دي. لا ما انا عندي ثقه بنفسي بقى يعني، وبعدين ما فيش ست بتاخد راجل. طب ايه بقى الحاجات؟ لا ما انت ما تثقيش في راجل. ما فيش بنت بتعرف تاخد راجل، في بنت بتعرف ما عندها ثقتها بنفسها مهزومه. لا بس كل الرجاله عليهم زي ده. لا كلهم. كل الرجاله عليهم زيها. انت بس احسني الاختيار. لا كل الرجاله عليهم زيها. طب ايه الحاجات اللي انت بتنصحي بيها ان البنت تبقى واثقه من نفسها بيها؟ يعني الحاجات اللي احنا نعملها عشان نبقى واثقين من نفسنا بيها. والله يعني كل بنت او كل شخص ربنا خلقه عنده ميزه، ربنا ميزه بيها، ربنا ميزه بيها عن اي حد تاني. انا بنصح اي بنت انها تكون هي، يعني ما تبقاش عايزه تقلد حد معين، انا عايزه ابقى زي كذا او كذا او كذا. لا انت زي ما انت، شوفي المميزات اللي عندك ايه ودعميها. بس فهي كده يجي لها ثقه بنفسها، وبعدين هي ما تسمحش لحد ان هو يقلل منها. يعني انا مثلا مرتبطه هو خني، فده مش معناه ان انا قليله، لا هو حد مش كويس، انا ما احسنتش الاختيار. صح. بس اتعلم من تجربتي، وده يكون دافع ليا ان انا اختار صح المره الجايه. بس انت شايفه ان هو لو حتى لو عنده علاقات نسائيه كتير انت ما عندكيش مشكله؟ لا عندي مشكله طبعا. علاقات نسائيه، علاقات شغل عادي. احنا بنتكلم علاقات نسائيه. لا عندي مشكله طبعا. علاقات نسائيه احنا سؤالنا كان واضح. عندي مشكله نسائية. ما انا قلت لك الاول انا اساله، فممكن تكون علاقات شغل، صحاب، صداقه عادي. افرضي كذب بيبان الكذب. افرضي ما بانش. افرض ما بانش يبقى انا الغلط عندي انا، بس هو بيبان الكذب. ما اعتقدش. لا بيبان. لا مش بيبان قوي. بيبان اصلا. بصي هقول لك يبان ازاي. دلوقتي مثلا هو جات له مكالمه من البنت مثلا اللي انت شاكه ان هو مرتبط بيها. هو بيرد، انت بتشوفي بيتكلموا ازاي في شغل، بيتكلموا في اي حوار ما بينهم عادي جدا ومسجلها باسمها وكل حاجه، تمام؟ طيب افرضي بقى في رقم رن وباسم راجل مش باسم بنت كمان، يعني بصي وبس خد التليفون. ليهم طرق كتير قوي دلوقتي. جدا. وبعدين خد التليفون وراح اتكلم بعيد، هنا بيبدا الشك. انت فاهماني؟ بس لكن الموضوع لما بيبقى خاص بيه ومش عايز ان هو يتم قدامك، فانت طبعا احنا كستات بقى ما. طب افرضي بيكلمها من وراكي في الشغل، قالك رايح الشغل، ردي له الشغل مثلا، وحب ان هو ينزل وهو مش رايح الشغل، وعلى اساس ان هو بيكلم واحد صاحبه. لا هيتقفش ما تقلقيش. احنا لينا عيون في كل حاجه. لا ما هو مش قصه يتقفش، هو فعلا دلوقتي ما بقاش ليهم سكه. يعني اللي هو انت مهما تكوني محرصه ومهما تكوني واخده حنين، انت منتقداهم جدا جدا جدا. المشكله مش في الرجاله يا حنين، الست اللي بتخطف الراجل من ست تانية، مشكله فينا احنا. لا بس مش في الرجاله، الرجاله غلبانين. لا عينيهم زيها. هي لو هي دي صفه من صفاتهم، دي صفه من صفاتهم، فيها ميزه احلى من يمنى. هسالك سؤال. لا هسالك سؤال، ما احنا لو دخلنا بقى في الزوجه والزوج والكلام ده، يبقى دي اصلا بيبقى فيه نقاط كتير جدا لازم البنت تكون محددها وعندها بلان لشريك حياتها اللي هتكمل معاه. فما هي مش هتختار بقى كده اختيارها وجائي وبعدين تيجي تقولي لا اصل انا بيخوني او بيعمل. طب ما ده اختيارك انت، اخترتيه بناء على ايه؟ لازم يكون في ثقه متبادله. بيحبني ده مش كافي. بصي حبيبتي، هو حب من غير اهتمام وثقه واحترام ايكوال زيرو، معروفه كده، دي قاعده خديها. ممكن يكون في احترام وفي اهتمام من غير حب، بس بيولد حب فيما بعد. دي حقيقه. بس ف دخلنا بقى في الجواز، فده لازم يكون في نقاط انت محدداها. يعني موضوع تاني. طبعا موضوع كبير. قولي لي يا كريم، يا حبيبه سوري، ازاي هتتغلبي على المشاعر السلبيه بعد الخيانه؟ يعني اكيد في نصايح كده ممكن توجهيها للبنات ان هم يتغلبوا على المشاعر السلبيه دي بعد الخيانه، وعايزه اعرف وجهه نظرك منها ايه. يتغلبوا على المشاكل السلبيه بعد الخيانه ان هم يكونوا اقوى. عارفه المثل اللي بيقول الضربه اللي ما بتموتش بتقوي؟ بالزبط. المثل ده حقيقي جدا جدا. يتعلموا من المشكله. بصي انت لو عايزه تضايقي حد خانك او عمل معاكي مشكله، انت ما بصي انت انسي انك تعديه، ما تعمليش معاه دواء اطلاقا. انت اثبتي نفسك، انجحي في شغلك. مش بقى سبته فلازم ارتبط بسرعه، لا خالص. انت لازم تثبتي نفسك، تنجحي في شغلك، في دراستك، تكمليها، تحققي ذاتك. تروحي لدكتور نفساني.
لو إيه؟ انها ما نجحتش في ده ممكن انها تروح لدكتور نفساني. هو لو وصلها انها تروح لدكتور نفساني ف يبقى هو خطر جدا. طيب ده كده كده خلاص ده كده خطر جدا. طيب ننتظر الفقره الجايه ما تروحوش في اي حته، هنكمل موضوع حلقتنا في الفقره الثانيه، انتظرونا بعد الفاصل. بعد الفاصل فكرة لقيت الطبطبة. لما تحسي ان عندك سند يبقى ده حب، لما يخليك تحب نفسك يبقى ده حب، لما يكون عندك السكينة يبقى ده حب، لما تبقي في عينيه احلى واجمل وارقي بنت يبقى ده حب، لما تكون الاولى والاخيرة يبقى ده حب، لما يهتم بيكي ويحس بيكي يبقى ده حب. ومنورنا النهاردة في الاستوديو زميلتي حنين. اهلا بيكي حنين. اهلا بيكي يا مرة. ومعانا ضيفتي اللي منوراني النهاردة هنا. اهلا بيكي هنا. اهلا بيكي يا مرة. لو حبيتي حد يا هنا، هل ممكن تصرحيه بالحب دوت ولا انت عندك مشكلة في ان انت تصرحيه؟ لا ما مش هصارح ابدا، يعني لازم الطرف الثاني هو اللي يبدأ. طب ليه ايه المشكله بالنسبه لك ان انت ممكن تصرحيه مع ان الولاد لما بيحبونا باول حاجه بيعملوها ان هم بيجروا يصرحونا على طول؟ عشان هو الاساسي ان الولد هو اللي بيقول، هو اللي بيجي يتقدم للبنت مش العكس. يعني انت من وجهه نظرك ان انت مش حابه ان انت تعترف، يعني تفضلي تحبيه وساكته ومخبيه وحاطه في قلبك لحد امتى بقى؟ مش مهم، بس مش يعني لما اتحط في موقف زي ده عمري ما هبدا انا واقول انا بحب الشخص ده. طب اعرف ازاي ان الراجل ده بيحبني ولا لا من وجهه نظرك؟ بصي هو الحب انواع كتير، مش شخص، مش لازم ان هو يبقى من بنت وولد او كده، هو ممكن يبقى حب الاهل والصحاب وكل ده. لكن لو هنتكلم في نقطه البنت والولد، فانا شايفه ان البنت دايما بتبقى بتدور على الولد اللي يشبه ابوها، الشخص اللي هو تلاقي فيه منه حاجات كتير من أيوة من زي ما باباها. اتعودت باباها دايما بيعودها على انها طفله، فهي عايزه تلاقي الاحساس دوت موجود عند الشخص اللي هي بتحبه. بالزبط. ان هي تحس ان هي معاها انها طفله. بالظبط. فغصبا عنها حتى لو هي مش حاسه بتبقى بتدور على حد يبقى زي باباها بكل تفاصيله. فوانس ان هي لقيت الشخص ده بتبدا ان هي تبدا ممكن تحس ان هي مثلا عايزه تشوفه تسمعه. فاظن ان دي العلامتين تقريبا. بالظبط كده. طيب قولي لي يا هنا، لو اكتشفتي ان اللي انت بتحبيه او اللي انت ارتبطت بيه او ايا كان هو جوزك خطيبك، اكتشفتي ان هو بيخونك، من وجهه نظرك ايه التصرف الصح اللي انت تاخديه تجاهه؟ وهتقدري تكملي معاه بعد كده ولا لا؟ بصي من وجهه نظري زي ما الحب هو من اجمل المشاعر اللي ممكن اي حد يحس بيها، فالخيانه هي من اسوأ المشاعر اللي ممكن اي شخص يعدي في الاحساس ده او بالتجربه دي. من رايي ان لو بنت تعرضت للموقف ده هي المفروض دايما تبقى بتفكر نفسها ان هي الكسبانه، والشخص الوحيد اللي خسران من التجربه دي كلها هو الولد ده، وتفضل دايما بتحاول ان هي تشغل نفسها بحاجات هي بتحبها، تنسيها الشخص ده خالص وتركز في حياتها في الحاجه اللي هي بتحبها والحاجه اللي فعلا هتخليها حاسه انها متقدره ومعززه نفسها. واللي هيساعدها اكتر هم الشغل والحياه العمليه ودعم الاهل والانواع الثانيه من الحب اللي انا قلت عليه في الاول، اللي هو حب الاهل والصحاب والاخوات والحاجات دي كلها. فالحياه كلها يعني مش بس حب بنت وولد، لا هو في حب الاهل والصحاب والحاجات دي كلها. انا قصدي من سؤالي مش تصرفك تجاه نفسك، انت رديتي كتصرفك تجاه نفسك. انا بتكلم كتصرفك تجاهه هو، يعني هل هتكملي ولا هتنسحبي ولا هتكون ايه رد فعلك؟ لا مش هكمل لان خلاص مفيش ثقه، والثقه دي اهم حاجه في العلاقه. تقدري تسيطري على قلبك في النقطه دي؟ هو انا مجربتش، بس اظن ان انا لو اتحطيت في الموقف ده يعني هتبقى الكرامه هي المسيطره على الموضوع، فاهمه؟ لو حبيتيه متهيألي لا، مش عارفه انا مجربتش فمش عارفه. طيب انت لو حبيتي حد
اكتشفتي ان هو فعلا بقى بيخونك والدنيا تمام وخلاص، ممكن تروحي لدكتور نفسي؟ يعني دي ممكن تكون من خطط، من ضمن خططك ان انت تروحي لدكتور نفسي؟ بصي هقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي الدكتور النفسي او كده فهو دكتور زي اي دكتور، يعني الواحد لما بيبقى مثلا متعور ولا موجوع ولا ايا كان بيروح للدكتور على حسب التخصص بتاعه. صح. مش حاجه بتقلل او بالظبط، يعني مش حاجه بتقلل من 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 نفسي او كده ان حد يبقى عايز يروح لدكتور نفساني او ايا كان، بس زي ما قلت لكم انا ما جربتش فمش قادره احكم هل الموضوع يستاهل دكتور او لا، بس هو على حسب قدره كل شخص، كلنا مختلفين عن بعض. يعني انت من ضمن الاهداف اللي في دماغك ان انت مش هتروحي للدكتور؟ يعني ان شاء الله لا، هتعالج نفسها بنفسها. طب تفتكري لو حبيتي قوي والحب ده ممكن يتحول لكره في يوم من الايام؟ انا بالنسبه لي اللي بيحب حد ما يقدرش يكرهه. انا معاكي في النقطه دي، بس ممكن هو من كتر عمايله كتير او ممكن خلاص بقى، ممكن الشخص يعني ممكن اتقفل منه، ممكن خلاص ان انا خلاص مش قادره اكمل كفايه، بس مش هوصل لمرحله ان انا بكره الشخص ده، فاهمه؟ يعني هيتحول لشخص عادي بالنسبه لي. بالظبط، لان اللي بيحب ما بيعرفش يكره. بالظبط كده. بس في افعال بتؤدي للكره، يعني في افعال ممكن تجبرك ان انت تكرهي الشخص دوت وما تحبهوش، زي مثلا حسب بقى. طبعا ضمنهم الخيانه، زي مثلا البخل، عدم الاهتمام، البخل، لان زي ما احنا ما قلنا قبل كده في حلقتنا الاولى خالص مروه كانت قايله لنا ان البخيل بخيل في مشاعره وبخيل في اهتمامه وبخيل في كل حاجه، فانت من وجهه نظرك ان البخل ده برضو عادي ممكن؟ لا، هي طبعا مش حاجه حلوه، يعني انا كهنا ما اقدرش ان انا اتعايش معاها مع شخص بخيل. بالظبط. وممكن برضو عدم الاهتمام، كل دوت بيؤدي لكره. هو مش كره، هو كل انسان فيه عيوبه ومميزاته. تمام. لو انا قدرت اتاقلم مع الوضع خلاص، لكن لو انا ما قدرتش خلاص كل واحد هيبقى في طريق وخلاص، لكن مش هوصل ان انا بكرهه. الحاجه اللي ممكن تخلي الشخص يكره التاني اللي هو يبقى اتسبب له في اذى يعني صعب جدا، لو مثلا ضيع له مثلا كرامته قدام الناس. أيوة. مثلا قعد يتكلم عليه بشكل وحش، فاهم يعني؟ أيوة. فاهمين أيوة. الفكره. لكن كره من الشخصيه نفسها ما اظنش. يعني طب ايه رايك بقى في الحب من طرف واحد؟ مش عارفه السؤال ده يا مروه، حد يحب حد كده؟ بصي الحب من طرف واحد هو انا ما اظنش اصلا هو ممكن يكمل، لان الطرف الثاني يعني مش بيشم على ظهر ايده برضو، فاهمه؟ فاللي هو مش هيبقى عارف. بصي هو عامه فكره ان حب من طرف واحد دي انا متهيالي مش حاجه لطيفه، مش حاجه لطيفه، غير كده انها مش حاجه مستمره. لو فضلتي تحبيه النهارده وما لقيتيش دعم منه النهارده مش هتحبيه بكره، فهماني؟ يعني لازم يبقى في تبادل في المشاعر عشان تقدري تكملي. بالظبط. انما لو مفيش تبادل في المشاعر ومفيش دعم ومفيش حب ومفيش اهتمام ومفيش الكلام ده كله، خلاص ستوب، هيجي وقت عليكي وهتعرفي تعملي ستوب. طبعا هتعرفي تعملي ستوب، لان مفيش حاجه بتدعمك. حتى لو فضلتي تحبيه مش هتقدري تحبيه زي الاول، دي حقيقه بقى. مش هتعرفي تحبيه زي الاول. انت بتحبيه لحاجه معينه، مش طبعا مش لحاجه معينه، بس بتحبي اهتمامه، بتحبي اخلاصه. لو ما فيش كل ده مش هعرف اكمل. بالظبط. أيوة. انت هتحبي ايه يعني؟ هتفضلي تحبي في حد مش موجود؟ هتفضلي تحبي في حد مش موجود اصلا؟ لا طبعا، اكيد لا. طيب قولي لي هنا، من وجهه نظرك الخيانه دي ممكن يكون ليها حاجات كده استثنائيه؟ يعني ممكن تحبي حد وتستثني له الخيانه؟ ممكن ده يحصل؟ هو ممكن مش بعيد، بس يعني هو هيبقى صعب قوي. يعني انا بالنسبه لي ان الموضوع يعني موضوع صعب، لان اصلا لو انا من الاول خالص يعني ماليه عينه وهو يعني خلاص بيحبني، مش اصلا مش هيفكر يبص لغيري. على فكره هو ممكن يكون ده طبع، يعني مش شرط ان هو خيانه تبقى هو مش بيحبك. في ناس في طبعها الخيانه، يبقى دي ما نختارهاش من الاول اصلا. صح. طب ما هو القلب اللي بيختار. ما هو فترة الخطوبة معمولة ليه؟ عشان نكتشف في الموضوع ده، فاهمة قصدي؟ انت عندك حق فعلا. عندي اقنعتيني انا. لا بس في ناس بتبقى الطبع ده فيها ما بتعرفش تغيره حتى لو حاولت، وحتى ممكن يكون بيحبك على فكرة جدا، بس هو عنده النقطة دي. هو ده يبقى شخص مريض فعلا. انا بحس يعني ده مرض. فعلا دي حقيقة.
ولكن برضو في ناس يعني في بعض الناس بيتنازلوا، وفي بعض الزوجات تقول علشان خاطر بيتي وعيالي وعشان خاطر البيت ما يتخربش فانا مضطره ان انا اسكت او مضطره ان انا سامحه، فده عادي ولا؟ انا شايفه انه مش عادي، يعني هي كده بتسمح اصلا ان يبقى في فجوه كبيره بينهم، وهي مش هتبقى قادره انها تتعايش معاه زي الاول، مش هتبقى قادره ان هي تبقى بتعامله بحب واحترام كامل وكل الحاجات دي زي الاول. فطبيعي الولاد كده كده هيبقوا ملاحظين الفرق في المعامله، فالدنيا برضو هتبقى مش بتتحل، بالعكس هما هيشوفوا المشاكل اللي بين الام والاب، الموضوع هيوسع. فالموضوع هيوسع. لكن لما بينفصلوا بهدوء خلاص، يعني الولاد لما يكبروا هيبداوا يتفهموا الموضوع. ده رايي. نورتيني يا هنا، ميرسي. يا رب تكونوا انبسطتوا النهارده معانا. في نهايه حلقتنا النهارده حابه اقول لكم ما تستعجلوش، وحاولوا ان انتوا ما تتعلقوش بحد من غير ما تعرفوه. اسالي عن اللي انت بتحبيه، اسالي عن اللي انت هتكملي معاه حياتك. مش لازم تكوني عارفاه عن طريق الشغل او عن طريق الانترنت او عن طريق صاحبتك او عن طريق معلومات ملهاش اي 60 لازمه. خلينا نسال عن الشخص اللي انا هكمل معاه حياتي، خلينا نسال عنه بشكل اكبر. ما تمشيش ورا قلبك، امشي ورا عقلك واختاري صح. اوعى تروحوا في اي حته، واستنونا في حلقتنا في فقرتنا الجايه.